لمحمد بن عبيد بن راشد بن بعيران المركز الخامس. المركز الخامس اللي هو طايش لعلي بن حمد بن علي بن جرحب المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، ونشكرك يا كمبيوتر الشحانية. بينما هذه انطلاقة شوطنا الشوط الثالث عشر، والشوط الثالث عشر المخصص للبكار اللقاية، والمسافة هي الخمسة كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات، هنا هذه اللحظات المقدمة والصدارة في هذا الشوط الثالث عشر للبكار. هنا نتابع أيضا جائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول، وهنا مقدمة الشوط مباشرة. هنا في هذه اللحظات الهذيبة لراشد بن محمد بن حمد الدعية، ها هو أيضا مع مقدمة الشوط راع الفائزة، نتابعه يقدم لنا الذيبة. أحد البكار المشاركة في هذا الشوط راشد بن محمد بن حمد الدعية. المركز الثاني نتابع المركز الثاني نوف لراشد بن حمد بن جر الله بن هديبان قادم مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن مهيرة واصل في هذه اللحظات مع ذهب. ذهب يا ذهب يا ذهب، محمد بن طحنون بن جابر بن مهيرة، يا سلام، هذه هي أيضا ذهب. تنتقل نقلة ممتازة مباشرة إلى مقدمة الشوط وراع المتحد، يا سلام يا سلام. ولكن بنعود إلى المركز الرابع، نتابع في هذه اللحظات القدوم مع المركز الرابع. غلا لمحمد بن علي بن محمد بن حلفان قادم في هذه اللحظات، بن حلفان مع المركز الرابع في هذا الأداء مع الانطلاق على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات اللي قادم على المركز الخامس، هبايب سلمان بن سعيد بن حمد المري على المركز الخامس في هذه اللحظات مع انطلاقتها على خامس المراكز. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة. وبنعود إلى ذهب. ذهب ذهب على المركز الأول على المقدمة، يا سلام يا ذهب على الصدارة لمحمد بن طحنون بن جابر بن مهيرة على المركز الأول. بينما المركز الثاني بن هديبان بن هديبان وشعار أيضا دولة الكويت، يا سلام يا سلام يا بن هديبان قادم في هذه اللحظات بكل قوة بكل أداء بكل تميز مع نوف راشد بن حمد بن جر الله بن هديبان. يغير إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات بانطلاقة هذه البكرة نوف اللي على المقدمة، يا سلام يا نوف. بينما المركز الثاني هنا الذيبة، الذيبة على المركز الثاني راشد بن محمد بن حمد الدعي على المركز الثاني. المركز الثالث ابن حلفان، ابن حلفان مع غلا محمد بن علي بن حمد بن حلفان المري على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع، هناك اللي على المركز الرابع اللي بدأت تتسلل بدوره في هذه اللحظات، هبايب هبايب لسلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري، يا سلام يا سلام. ويلا يا ابو سحيم يا ابو سحيم، هنا دا هبايب ما شاء الله تبارك الله بدأت تغير من مركز الى مركز. شوف القادمة اللي على المركز الخامس، أحد البكار المرشحة القوية القادمة بكل قوة مهمة، فهيد بن مسعود بن راشد البتلة المري قادم مع المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع هذا الشعار بينما نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة. الله يا هذا الشوط، شوفوا الذيبة استعادت حقوقها، استعادت حقوقها المنهوبة، الذيبة ذيبة الدعية، يا سلام يا سلام يا سلام. الله يا سلام يا سلام يا هذا الشوط، يا الدعية يا الدعية، ركز يا راشد يا ابن محمد يا الدعية بانطلاقتها. هناك هبايب، هبايب قادمة، هبايب على المركز الثاني، ويا الدعية اللي ما عنده سبوق يا الدعية، يا سلام يا هنا في انطلاقتها، يا سلام يا الذيبة 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 على المركز الأول على الانطلاقة القوية في مقدمة الشوط، يا سلام. راشد بن محمد بن حمد الدعية المركز الثاني، نشاهد قدوم هبايب سلمان بن سعيد بن حمد الفسل على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع مهمة مهمة للي قادمة، هناك لفهيد بن مسعود بن راشد البتلة على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم مع غلا محمد بن علي بن محمد بن حلفان على المركز الرابع. المركز الخامس شوفوا اللي قادمة، وأول ندى لعوايد طالب بن محمد بن هادي بن هليل الغفراني على المركز الخامس. ولكن بنعود إلى الذيبة، الذيبة الذيبة الذيبة، يا سلام يا الذيبة، الذيبة على
المقدمة وهبايب ومهمة هبايب هبايب هبايب. الله يا سلام يا هذا الشوط، ولكن مهمة يا سلام يا مهمة. شوف شعار بن جبران قادم، يا سلام مع سلام لمحمد بن علي بن جابر بن جبران على المركز الثاني، ولكن الله يا المقدمة مهمة على المركز الأول، مهمة عينها على النيسان البترول ستيشن. الله يا مهمة لفهيد بن مسعود بن راشد بن بتلة المري، ولكن بن جبران قادم، بن جبران مع المركز الثاني، سلام لمحمد بن علي بن جبران، ولكن مهمة عيت، مهمة على السيارة، عيت عيت على السيارة. الله يا بن بتلة يا بن بتلة، سلام يا أهل الغويبة، سلام سلام والتحية والاحترام مع هذا الأداء وتميز. مهمة تعيد سيناريوها أيضا، ها هي مهمة تذهب بالسلامات إلى عزبة مسعود بن راشد بن بتلة، سلام وتحية واحترام، نهنيك يا راشد يا بن مسعود ويا فهيد على هذا النار، سلام والتحية مع انطلاقة مهمة 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 مهمة، سلام انتزاعها لنيسان بترول ستيشن. سلام يا ابو راشد، سلام يا مسعود يا بن راشد على هذا الناموس، ناموس مهمة في هذا الشوط. تهانينا لفهيد بن مسعود بن راشد البتلة لانتزاع مهمة لسيارة هذا الشوط. المركز الثاني سلام لمحمد بن علي بن جابر الفسل، المركز الثالث المركز الثالث وصلتنا عوايد طالب محمد بن هادي بن هلي، المركز الرابع المركز الرابع وصول في هذه اللحظات من غلا لمحمد بن علي بن محمد الغفراني، المركز المركز الخامس وصلتنا هبايب سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري. تهانينا لبن بتلة على هذا الناموس، سلام وتحية واحترام، شاهدنا هذا الأداء والانطلاق في هذه اللحظات. مهمة أيضا تقطع المسافة، هذه مهمة اللي انتزعت السيارة وتوقيتها الزمني نتابعها في هذه اللحظات، توقيتها 7:33 و48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمسعود بن راشد بن بتلة على فوز مهمة في هذا الشوط، التهنئة موصولة أيضا لفهيد بن مسعود بن راشد البتلة على هذا الناموس. المركز الثاني وصلت هنا في هذه اللحظات سلام وتوقيتها 7:35 و26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن جابر بن جبران على هذا الناموس، وصلت هنا على المركز الثالث من وصلت هناك لعوايد وتوقيتها الزمني 7:36 و84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عوايد طالب محمد بن هادي بن هليل الغفراني.